الآن انظر، انظر الآن، هذه الفساد الذي نحن فيه الآن، فساد إيماني، ضعف الإيمان، أخلاق رذيلة، رذيلة في الأخلاق، تردت الأخلاق إلى مستوى نسأل الله السلامة والعافية. والذي يلاحظ ما وقع في الصيف هذا الذي مضى والذي يطوى لنا وسيفتح يوم القيامة، تشوف السجلات نتاعنا في الصيف هذا ما عندك ما تشوف، نظرة الحرام الله يجيب الخير، الله يعفو عنا وعنكم. الآن ما تشوف الشواطئ وتشوف الملاهي وتشوف الناس كيف ينظرون إلى الصيف أنه مرحلة تعتسيب، وكأن الأقلام قد رفعت عنا في الصيف. وش داروا الناس في الصيف؟ اللي عرى الجسم نتاعه، واللي عرى أهله، واللي عرى بناته، واللي مشى في أماكن الفساد، واللي حضر الأماكن تاع الفساد وأعراس الغناء والصخب وغيرها وغيرها وغيرها، أشياء كثيرة، السكر وغيرها، من أشياء من تسيب اللي شهدته الأمة في هذا الأمر هذا. حتى لقينا قلنا وين راه المجتمع رايح، وين راه ماشي، مخدرات بقوة تدخل وتنتشر، لأنه فوقها الناس الله لا يربحهم، فوقها ناس من فوق يدخلوها ويعاونوها ويمشوها وتمشي وتروح في كل الطبقات، ونقعدوا احنا نحاربوها ان شاء الله ربي يقدرنا، وان شاء الله ربي يطهر هذا البلد ويأمنوا من كل ما يراد به من مكائد ان شاء الله. لذلك الان علاش نفسدوا حنايا؟ كاين عندنا مناعه لو كان نجيبوها نقدروا نتسقموا، وهي تذكر اليوم الاخر، تذكر اليوم الاخر بالطريقه السليمه، تذكر اليوم الاخر اللي ما يخليكش تتعطل عن اشغالك، اللي ما يخليكش انت تغلق كل ابواب الدنيا وتروح تقعد تبكي على اليوم الاخر. هذا موش دين، هذا موش دين. الدين هو انك يبقى اليوم الاخر دائما نصب عليك باللي تتحاسب، باللي راح يسالك الله. ولذلك سبق وان ذكرنا لكم ان الله عز وجل لم يجاملنا ولن يجاملنا في ماذا؟ في ذكر الموت، انك ميت وانهم ميتون، هذا بكل صراحه، كل نفس ذائقه الموت. نفس الشيء في الحساب، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ما كاش مجاملة، ما كاش أيها الذين آمنوا إن كنتم تؤمنون بالله لعل، ما كاش هذه، هذاك أسلوب القرآن الكريم يستعمله في مناطق أخرى، أما أسلوب التلطف، أسلوب التلطف، أسلوب الحكمة، أسلوب الالتفاف، هذا قاع ما كاش، ما كاش. كاين حاجة، فلنسألن بالتأكيد ومن دون مجاملة، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يجيب ربي عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وغيرها من الآيات الكثيرة جدا في ذكر الحساب. والرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بنفس الأسلوب نتاع القرآن الكريم ويزيد يقول لنا لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، وهذا الموضوع تاعنا. وثم يقول لنا ودكم ذكرهم الأربعة هذوما، وزيد يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم، اسمع مليح، ما منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان يوم القيامة. ما كش واحد فينا يوم القيامة إلا وربي رح يجيبه ويتكلم معاه هكذا عيانا من دون ترجمان، ما كش واسطة. إذن هذا السؤال الذي سيكون مع الله يوم القيامة، هذا المحاسبة، هذا الأمر نسأل الله يدخلنا الجنة من غير حساب ولا عقاب، هذا نتمناه. بصح القانون الأصلي هذيك استثناء، دخول الجنة من غير حساب استثناء. القانون الأصلي وش هو؟ القانون الأصلي أنك أنت راح تسأل. شوف كاين واحد الغبش راه في راسك الداخل وفي راسي أنا، كاين واحد الغمة لازم نحوها الآن، وهي أننا إذا عمد خفت بلي رانا قاع جماعة، قاع ولاد حومة، الغاشي قاع مضروب، رانا قاع كيف كيف الجماعة، الناس كامل كامل هكذا نحاسبينها احنا هكذا، يا ترى الله يوم القيامة يلمنا كامل يسألنا مرة واحدة، قلنا جماعة ولاد الحومة الفلانية واش درتوا فيها؟ قول الله كاني كان يصلي كاني ما كانش يصلي كذا، قلنا روحوا قاع. لا لا، هل يسألنا فردا فردا أم جماعة جماعة؟ سيسألنا فردا فردا. من هنا جت هذيك مادام انا راح يحاسبني وحدي، يعني ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا، وحدك تجي فردا فردا، كل واحد وحده.